يا مساء الفل والهنا، يسعد مساكم يا دفى القلب. قال لك يا سيدي محمد علي باشا الكبير، مؤسس الدولة الحديثة أو مصر الحديثة، بعد ما عمل مذبحة القلعة والجو راق، قوم قال أنا عايز بقى إيه، أستقر في القلعة فوق كده وأبتدي حكمي للبلاد. فقالوا له لا يا عم، أنت هتقعد فوق كده عمل لنا زي البتاع وباصص على الناس والناس تحس انك بتستعل عليهم، لازم تنزل وسط الشعب. فقال لك طب انا عايز اعمل طريق من فوق من القلعه كده ينزل لحد مثلا نص البلد، لحد مثلا ميدان العتبه. طب اعمل ايه اعمل ايه؟ قال اعمل شارع حلو واجيب مهندس كويس، كنت انا شفت له في باريس عامل شارع، مصمم شارع اسمه شارع ريفولي، والمهندس ده على ما كتبت الكتب اسمه هوسمان، انا مش عارفاها ما قريتهاش باللاتيني فما اعرفش نطقها بالظبط ايه، لكن هي مكتوبه بالعربي هوسمان. قوم هوسمان ده جه عمل له شارع من فوق من العتبه من باب من القلعه للعتبه طوله 2 كيلو. الشارع ده كان شارع كده ملكي مفخفخ وحلو قوي، حتى لما جه الخديوي اسماعيل بعد كده أضاف لي الظاهرة الجميلة اللي كانت في شوارعنا اللي هي العمارات اللي ليها بواكي، وكانت البواكي دي سببها إنه العمارة لما تبقى فخمة كده يبقى فيها محلات حلوة، فالناس تمشي تتفرج على المحلات فتبقى تحت شلتر أو تحت مظلة عشان إيه، لا برد ولا حر يضايقهم، يمشوا كده في شارع حلو واسع وتحت البواكي وياخدوا راحتهم في إيه، في التبضع. يا رب نرجع للحاجات الجميلة دي. المهم ان شارع محمد علي ده بعد كده تحول الى حاجة تانية خالص، اتغيرت مع الزمن. فاحنا قلنا النهاردة مصر دي مليانة حاجات فريدة كده من نوعها، يعني شارع محمد علي ده احنا سمعنا عنه كتير لكن يمكن مش عارفين كل المعلومات عنه يعني بشكل واضح. الناس عادي كده فاهمة ان الشارع ده شارع العوالم، هو مش كده، هو شارع راقي جدا وجميل جدا، وكان مقر لمحلات حلوة كتير وحاجات كده، وكانت الفترة دي على فكرة مصر شوارعها تلاقي كل شارع كده له صفة، يعني شارع يعملوا فيه الكارتات مثلا، شارع السيالة، شارع مش عارف ايه، تلاقي الشارع متخصص في حاجة كده. فالمهم انه الشارع ده مثلا على مر الزمن كده حصل له حاجتين غيروا من ملامحه. الحاجة منهم مش فاكرة الأولانية ولا التانية، إنه سكنته فرقة عاكف اللي هم أسسوا سيرك عاكف، والفرقة دي كانت فيها مثلا نعيمة عاكف استقرت في الشارع ده فصبغته كده بصبغة فنية، وبقى معاهم بقى فرقة عاكف أو عيلة عاكف وعيلة الحلو وعيلة الطوخي، ومنهم مثلا سميحة توفيق الله يرحمها، والطوخي أخوها اللي كان زعيم المعارك، وإبراهيم توفيق، إبراهيم توفيق أخوها اللي كان عازف البركاشنز المشهور جدا اللي كان بيلعب مثلا في فرقة عمر خرشد وفرقة هاني مهنا وكده، من المشاهير بتوع لعب الإيقاعات المختلفة يعني. المهم العيلة دي ومحمد الحلو ناس كتير قوي، العيلة دي كانت عيلة كبيرة ومؤسسة ضخمة، وسكنة الشارع ده فأطفت عليه مسحة فنية كده، ولأنه كمان كان قريب من شارع عماد الدين وشارع سليمان باشا اللي كان فيهم معظم المسارح والنوادي الليلية ومش عارف إيه أنشطة الفنون يعني كلها. الحاجة التانية كمان إنه الشارع ده راح سكن فيه علي محمد علي باشا عصب الله، كان اسمه محمد علي برضه، وكان عازف كبير جدا في الأوركسترا السيمفوني الملكي، وكان عازف كلارينات شهير جدا وفخيم قوي، وكانت الأوركسترا السيمفوني الملكي ده طبعا بيعزف بقى قدام القصر في وجود الضيوف الأجانب والاحتفالات الرسمية والمراسم اللي مش عارف ايه، ويلبس حلو قوي بدل حمرة كده زي الأوركستر الملكي الإنجليزي البريطاني يعني، والهدوم بقى فيها شوية حاجات لميع كده كتير وفرنشات وزي زراير ذهب وبوت مش عارف طويل فيه حلية ذهب وحاجات كده. وكانت الحاجة اللي بيلبسها محمد علي حسب الله باشا الأول
اللي هو الخديوي منحه لقب البشوية من فخامته وعظمته، ما هياش يعني تأليفة فيلم شارع الحب ولا حاجة، كانت ذهب كلها مصبوبة ذهب. المهم الراجل ده لما اعتزل أو ريتايرد يعني قعد يعني من الشغل، لم زمايله اللي كانوا برضو اعتزلوا العمل وكانوا كلهم عازفين آلات نحاس، فهو كان كلارينيت ومعاه بقى الساكسفون والترامبت والترومبون والمش عارف ايه، ومن هنا تكونت فرقة حصبالة باشا بعضشي. يعني بعضشي دي هي الإضافة يعني. والراجل ده كان مشهور جدا وفخيم قوي وغني جدا، وكان ما بيعزفش إلا في الحفلات الملكية وحفلات الجوازات الأميرات والأمراء والبتاع، كل المحافل الرسمية دي. واستقر في الشارع ده والفرقة دي استقرت وابتدى يضيف ليها بعض الآلات الشرقية، وكانت أول فرقة في الوقت ده في الزمن ده تلعب نحاسي، يعني تلعب بأدوات نحاسية وآلات نحاسية مزيكا شرقي، ويعمل هو مارش بتاعهم بتاع حصب الله باشا الأول ده اللي هو احنا عارفينه طبعا، فرقة حصب الله بتلعبه لحد النهاردة. والفرقة دي بقى يعني بقى ليها بهاء بقى شديد، وبتتعزم في أعظم الحفلات والمش عارف ايه، والراجل ده غني جدا إلى أن إنه بدد الثروة، يعني اتغر وبدد ثروته، ابتدى يفتقر وحاله يتدحضر، وهو برضو بيلمع الحاجات الذهب والمش عارف ايه، لكن ابتدى يبيع ويفتقر ويفتقر لدرجة انه لما توفى كفنوه في شوال. الفرقة استمرت بعد وفاة محمد علي حصب الله باشا الاول، وهنا بقت علامة مميزة جدا من اول دخولها شارع محمد علي لحد النهاردة، بكل التلوينات اللي شفناها عليها بقى وكل الزمن ملف عليها ودار وكده، فضلت علامة من علامات شارع محمد علي. شارع محمد علي ده زي ما هنشوف في حلقة النهاردة مر بحقب تاريخية كتير، سكنته عائلات فنية كتير جدا، أصبح اسمه شارع العوالم لسبب من الأسباب. مين العوالم هنعرف؟ هنعرف العوالم دولة أطلقت عليهم صفات تحقر من شأنهم شوية، رغم أنهم ما كانوش كده، هم كانوا الفرقة الاستعراضية أو الفرقة الاستعراضية الأصل ونوات الفرقة الاستعراضية اللي كانت موجودة وبتحيي أفراح وليالي ملاح ومش عارف خطوبة وزحنة وبتاع والحاجات دي كلها، وكان ليهم أخلاقيات خاصة بيهم جدا ولغة خاصة بيهم جدا، وتجمع الآلاتية اللي هم العازفين على الآلات اللي كانوا بيصمموها في هذا الشارع، فبقى مثلا ليهم لغة معروفة جدا اللي هي لما يعوزوا يقولوا كلام محدش يفهمه يجيبوا الكلمة يشيلوا أول حرف منها ويحطوا بداله حرف تاني، والحرف ده ياخدوه يعملوا بيه كلمة تانية. يعني مثلا لما يسموا القبض بتاعهم أبيج، هم كده اللغة عندهم يقولك لا يمني على الأبيج، فالأبيج دي عندهم اسمها سبيج أناناس، فأنت تفهم إن دي أبيج وهكذا. واللغة دي في ناس طبعا شاطرة فيها جدا وطوروها بعد كده الـ يعني ولاد الأرستقراء، وخلوها أخف وأسهل، يعني مثلا ياخدوا حرف من كلمة اللي هي أهم حرف بيميز الكلمة ويحطوا بداله سين، والحرف ده يربطوه بيه بعدها، يعني أسى هي أنا سي، يعني أنا تبقى أسى ني، بحب تبقى بسب حي، مصر تبقى صصر مي، أوي تبقى سوي أي. فأنا فلما عاوز أقولك أنا بحب مصر أوي أقولك أسى ني بسب حي صصر مي أسي وي، فهم يفهموا بعض، إنما اللي حواليهم ما يفهموش لحد ما يقفشوا الفولة دي. وهم اللي اخترعوا القلش، والقلش ده حاجة غير القافية وغير النكتة وغير موديلات الضحك اللي احنا شفناها في حياتنا. فالقلش ده مثلا يبان نموذج منه مثلا في فيلم بتاع حميدو ابن حميدو بتاع اسماعيل ياسين، لما مثلا كانت نيلي مظلوم اسمها لاتانيا، فيقول له احمد رمزي مثلا يقول اسماعيل ياسين انده لاتانيا، فاسماعيل ياسين يقول له لاتانيا ولا تالتة. الله، امال فين عزيزه؟ زعلان عشان انت رحت ورا لتانيا. اما مجنونه صحيح، وراحت فين؟ ورا لتالتة. ده القلش اللي اخترعوه
الآلاتية بتوع شارع محمد علي، وكانوا متخصصين فيه ومتميزين فيه جدا. ليه؟ عشان لما كلمة تبقى صعبة عليهم وشبه كلمة مصري يقوم يحطوا دي بدل دي ويقولك ها في الآخر كده، يعني قالوا إفيه يعني. وكان ليهم مثلا حاجة لذيذة قوي، إنه يبقوا قاعدين بيلعبوا مزيكا، فبيلعبوا تي 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 كده حتة مزيكا، يعرفوا إن في حد توفى أو يلاقوا جنازة معدية، فيقوم الريس بتاعهم قايل لبقية الآلاتية بس يا ابني صلح طنجو، صلح طنجو دي يعني يعملوا مرش جنائزي. فتبص تلاقي الفرقة راحت ساكتة وراحت عاملة ترم تم 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 ترم تم تم تم، والباقيين يقولوا تارارا تم تم تم. ده مارش التانجو اللي هو صلح تانجو، يعني في حد ربنا افتكره مثلا. دي اصطلاحات خاصة جدا بشارع محمد علي. الشارع ده راح فين وجي منين وكان له خلفية سياسية برضو هنعرفها، ما احناش عارفينها كويس. في ناس كتير كتبوا في شارع محمد علي، منهم مثلا الأستاذ الصحفي الكبير جليل البنداري مثلا، ده كان بيكتب الحتة دي في مصر، كانت يعني لفت نظره قوي. مثلا هو اللي كتب كتاب مهم عن شفيقة القبطية، عاش بقى في شفيقة القبطية وبمبا كشر ونظلة العدل، أهم راقصة كانت بترقص بالشمعدان، وكانت يعني بتشيل شمعدان يعني يقع ثلاث رجالة تحته، وظواهر كتيرة قوي حصلت في الشارع ده. نحب ان احنا النهاردة نستعرضها من باب ان دي حتة متميزة وفريدة جدا في مصر، وكانت أنية وقوية كل الفنانين البسطاء الطيبين اللي ليهم أخلاق خاصة جدا، لغة خاصة جدا، سلو خاص جدا، حاجات كانوا بيرفضوها رغم ان الناس بتتبادل عنهم كلام مش حقيقي، في أخلاقيات كانوا بيرفضوها تماما. وهتلاقوا ده في خلي بالك من زوزو، وهتلاقوه في شارع الحب، وهتلاقوه في ظواهر في بعض الأفلام اللي اعتنت قوي بالحكاية دي. وشارع الحب عز الدين ذو الفقار في بداية الفيلم أهدى هذا الفيلم لسكان شارع محمد علي. قصة طويلة عريضة، تعالوا نعيشها وتعالوا نشوف الشارع ده فين النهاردة، وفي ناس لسه عايشة فيه ولا لأ، ولسه حافظين التقاليد بتاعته ولا لأ، وكم بلد في العالم فيها شارع زي محمد علي. هتلاقوا يمكن في إيطاليا، يمكن في فرنسا، بس يلا بينا. هي البداية كانت من فوق، من قلعة صلاح الدين الأيوبي اللي فضلت قرون بعد صلاح الدين في الإهمال، لحد ما جه محمد علي باشا. محمد علي حكم مصر، وكان طبيعي ربط القلعة بالمجالس النيابية والحياة في وسط البلد. جه الراجل بعدها بسنين اللي بنى شارع ريفولي في فرنسا علشان يصمم الشارع اللي هيرتبط باسم الحاكم اللي بنى مصر الحديثة محمد علي، وهيبقى اسمه شارع محمد علي. رغم انه رسميا في البداية كان اسمه شارع القلعة، لكن الناس كانت بتعرفه باسم شارع محمد علي. وبعدين اتقسم اتنين، النص اللي ناحية المقطم لسه اسمه شارع القلعة، والجزء ده اسمه شارع محمد علي. وكان سكن الطبقة الوسطى العليا، وسكن الأفندية، وجزء من البهوات، ويمكن البشوات، لحد ما حصلت ظروف نقلته نقلة جديدة. كان في سيرك أوروبي جه يقدم عروض في المنطقة، ففي شاب وفتاة، ولد وبنت، ولد اسمه اسماعيل وبنت اسمها مريم، من سكان المنطقة ندهتهم النداهة، وراحوا مع السيرك ده وتعلموا منه العروض الفنية والهلهوب. ثم غابوا سنين، ولما رجعوا نقلوا العروض دي لشارع محمد علي. اسماعيل ده هو اسماعيل عاكف اللي هيطلع منه نعيم عاكف وابراهيم عاكف وطارق عاكف وكل آل عاكف،
ومريم هتطلع برضو منها عيلة فنية أهمهم سميحة توفيق اللي هي الهبل الحمارة المبدوي في رايا وسكين. إسماعيل ومريم هيبدأوا العروض الفنية هنا في شارع محمد علي، ثم محمد علي حسب الله اللي هو حسب الله الأول اللي هيبقى بعد كده حسب الله الثاني لحد حسب الله السادس عشر بنشاطه الفني كمان هيبقى موجود في محمد علي، ويجي مصطفى بيرضا اللي هو واحد من أهم جامعي التراث والناس اللي بدأوا تسجيل الغنى يعمل نادي هواة الموسيقى اللي هيبقى بعد كده نادي فؤاد الأول للموسيقى العربية فيعملوا هنا برضو في شارع محمد علي. كل ده خلى انه كمان في ناس بتعمل عدد وبتعمل عواد وبتعمل أدوات موسيقية وآلات موسيقية، يضيف عليهم انه بقى الطبيعي انك عشان تعمل حفلة او فرح او كده تيجي تسأل على الرقاصين والرقصات والفنانين والنمر هنا في شارع محمد علي. فتحول محمد علي من الفترات دي إلى أنه بقى مركز الفنون في مصر، وده يمكن الصورة اللي حاول ينقلها عز الدين ذوالفقار مثلا في شارع الحب. لما نيجي نتكلم عن المنتج الفني لشارع محمد علي لازم نشاور على حاجتين. اولا العوالم اللي ظهروا في بدايات القرن يعني في العقد الاول والثاني والعشرينات من القرن العشرين، ودول الغرب بيهتم بيهم دلوقتي اهتمام كبير جدا، اللي كان ليهم دور فني وكان ليهم دور وطني. العوالم دول بعضهم كان بترقص وبعضهم كان بترقص وتغني، يعني نذكر منها سيرينا المصريه، سكينه حسن، سيده حسنين، نعيمه شخلع اللي هم يعني استعاروا اسمها في شارع الحب وعملوها سنية شخلع، لكن كمان كان ليهم دور وطني. يعني نعيمة شخلع دي هي اللي غنت قولوا لعين الشمس ما تحماشي يوم إعدام واحد من الفدائيين. نعيمة المصرية هي اللي غنت يا بلح زغلول اللي عملها سيد درويش علشان يتحايل بيها على قرار الإنجليز إنه اسم سعد زغلول ما يذكرش في أي أغنية ولا عمل فني، وغيرهم كتير من النماذج اللي تأكد الدور الوطني إلى جانب الدور الفني اللي لعبوه العوالم والمطربات دول. الحاجة التانية إنه كتير من تجارب الغنى الشعبي المختومة بختم صنع في مصر ظهرت من شارع محمد علي، نذكر منهم عبد الباسط حمودة، لكن الأهم هو التجربة الغنائية الأبرز أحمد عدوية اللي بدأ من هنا من قهوة التجاريين.